السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللي كيسول عليه بزاف الرجال وخصوصا الشباب حتى النساء، وهو الاحتلام في نهار رمضان. الإنسان كينعس في رمضان ويرى رؤية منامية وربما يحتلم فيخرج منه الماء، ما ماشي هو البول، الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. ففي هذه الحالة واش هو مفتر أم لا؟ لا، هو لا يفتر، وإنما عليه أن يغتسل. علاش؟ لأن الإنسان لك النائم واحتلم وخرج منه الماء. في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم كل تصرف خرج منه وهو نائم فلا شيء عليه، لأنه مرفوع عنه القلم. أما اللي خرج الماء ديال الرجل عن طريق أخرى، كاللي ربما بعض الشباب مراهقين يستعمل أشياء أخرى معروفة بالنظري أو بكذا أو بكذا، فهذا صيامه باطل وعليه أن كفارة، لأنه تعمد إخراج ماء الرجل. أما النائم فلا شيء عليه، وخشف اللي شاف النائم في منامه واحتلم إذا قام، ما عليه إلا أن يقوم ثم يغتسل للصلاة وصيامه صحيح. اللي كيسول عليه بزاف الرجال وخصوصا الشباب حتى النساء، وهو الاحتلام في نهار رمضان. الإنسان كينعس في رمضان ويرى رؤية منامية وربما يحتلم فيخرج منه الماء، ما ماشي هو البول، الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. ففي هذه الحالة واش هو مفتر أم لا؟ لا، هو لا يفتر، وإنما عليه أن يغتسل. علاش؟ لأن الإنسان لك النائم واحتلم وخرج منه الماء. في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم كل تصرف خرج منه وهو نائم فلا شيء عليه، لأنه مرفوع عنه القلم. أما اللي خرج الماء ديال الرجل عن طريق أخرى، كاللي ربما بعض الشباب مراهقين يستعمل أشياء أخرى معروفة بالنظري أو بكذا أو بكذا، فهذا صيامه باطل وعليه أن كفارة، لأنه تعمد إخراج ماء الرجل. أما النائم فلا شيء عليه، وخشف اللي شاف النائم في منامه واحتلم إذا قام، ما عليه إلا أن يقوم ثم يغتسل للصلاة وصيامه صحيح. اللي كيسول عليه بزاف الرجال وخصوصا الشباب حتى النساء، وهو الاحتلام في نهار رمضان. الإنسان كينعس في رمضان ويرى رؤية منامية وربما يحتلم فيخرج منه الماء، ما ماشي هو البول، الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. ففي هذه الحالة واش هو مفتر أم لا؟ لا، هو لا يفتر، وإنما عليه أن يغتسل. علاش؟ لأن الإنسان لك النائم واحتلم وخرج منه الماء. في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم كل تصرف خرج منه وهو نائم فلا شيء عليه، لأنه مرفوع عنه القلم. أما اللي خرج الماء ديال الرجل عن طريق أخرى، كاللي ربما بعض الشباب مراهقين يستعمل أشياء أخرى معروفة بالنظري أو بكذا أو بكذا، فهذا صيامه باطل وعليه أن كفارة، لأنه تعمد إخراج ماء الرجل. أما النائم فلا شيء عليه، وخشف اللي شاف النائم في منامه واحتلم إذا قام، ما عليه إلا أن يقوم ثم يغتسل للصلاة وصيامه صحيح. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.